ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كيف الأحوال أخي؟ الحمد لله رب العالمين. والله الله يخليك. حديثك حول الإمامة صح؟ لا والله، أنا حديثي حول، مش الإمامة بصفة عامة، حديثي كان حول آيتين من القرآن الكريم، 3 آيات من القرآن الكريم، منهم آية دعاء يعني تهدم مسألة الإمامة، بأن الإمامة مخصوصة في أناس مخصوصين. تفضل عموم، قول اللي انت عايز. تفضل. نعم، انا سمعت حديثك حول مع الاخ اللي كان يحكي معك حول الامامه، حول الامام المهدي. تفضل تفضل. صحيح؟ تفضل، قول اللي انت عايز. تفضل. نعم نعم. انت تؤمن بالمهدي؟ انا اؤمن بالمهدي. نعم نعم، احسنت. اذا احنا متفقين انه في امام اسمه المهدي. المهدي ليس اماما الان. ليس الآن عندك. أيوة، أحسنت. نعم. في طرف من المسلمين عندهم الآن إمام. إزاي إمام؟ الآن موجود هو الإمام. إزاي إمام؟ لأنه من السنة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أين يوجد هذا الحديث؟ أين يوجد هذا الحديث؟ عندك شيعة. إيه؟ هذا عندك شيعة. عند الشيعة براحتهم. نعم نعم. وعند السنة من مات وليس في عنقه بيعة لإمام كذلك مات ميتة جاهلية. جميل، صح؟ نعم، اتفقنا. زين. الآن أنت تقول، كنت تسأل الأخ اللي قبلي، كنت تقول له أين إمامك، صح؟ نعم. أين إمامك المهدي الذي تؤمن به؟ لا، أنا ما قلت له كده في البداية. أنا قلت له كلمة إمام لا تنطبق مضمونا على غيبة المهدي الآن. نعم، هذا في مفهومك أنت. لا، ومفهومك أنت فهمولي، يمكن أنا غلطان. أحسن. نعم، يعني أنا مثلا اللي أنا أعرفه نعم، أن كلمة إمام هي القائد، هي القدوة، رجل يكون له أمر ونهي. مو بس هيك، وله موقع شرعي من الدين. له موقع شرعي إيه؟ لا، يعني قائد، يمكن أي واحد قائد سياسي يكون، قد يكون ما يؤمن بالشريعة هم يسميه إمام. المهم في الآخر إن هو يكون مواصفات الإمام، يعني معنى إيه؟ أنا مش عايز مواصفات جسدية ولا مواصفات مش عارف إيه، لكن هو إيه؟ بص عشان نبقى فاهمين، يعني هو دلوقتي نعم. الإمام، خلينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله، اللي هو إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى إذن أنت عشان تقول لي ده إمام، يبقى إذن لابد أن يكون إيه؟ نؤتم به. بارك الله. يعني شنو ما يعني يعني ضمن مواصفات اللي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ مواصفات إيه؟ ما مش وصفات جسدية، أنا بكلمك على معنى الإمام. طبعا أنا بص هقول لك حاجة، سيب المهدي دلوقتي عشان بس نوصل لحل أنا وأنت. ما معنى كلمة إمام منفردة؟ إمام، ما معنى كلمة إمام؟ الذي تأتم به، يعني قائد. جميل. قائد يمكن يعني ضمن المواصفات اللي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل، أو يبقى خلينا في كلمة قائد. إمام قائد. نعم نعم. تمام؟ نعم. جميل. أو لو إحنا دلوقتي حبينا نطبق كلمة قائد على المهدي دلوقتي، هل تنطبق عليه؟ نعم تنطبق عليه. ازاي بقى؟ هون اللي عايز اعرفه ده. احسن. يعني الامام المهدي هو اوصى في غيبته عند الشيعة من كان صاعنا لدينه، من كان يعني في مواصفات معينه، فهو نائب الامام المهدي. من كان صاعنا لدينه، مخالفا لهواه، متبعا لامر مولاه، بهذا المعنى، يعني بهذا الخصوص عند الشيعة هو المرجع الآن الذي يعني يتبوأ هذا الموقع، هو السيد السيستاني. طيب أنا أسألك سؤال. أولا أنت غيرت الموضوع. ليش؟ أنا ما قلت لك المهدي ترك لنا من، أنا قلت لك عايزين نطبق كلمة قائد على المهدي الآن، قلت لي نعم. لا، ما هو إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بيع لمن؟ بيع لمن؟ بيع لمين يا رسول الله؟ تمام؟
بيع المن تمام ولا لا؟ بيع المن. احنا الشيعة يا اخي بيع المن. احسنت. لمين البيع؟ احسنت. بيع لمن؟ لكنه نحن متفقين انه هذا القائد سياتي اسمه المهدي. يا اخي البيعة تكون لمين؟ البيعة تكون لمين؟ للامام صح؟ لقائد شرعي يمتلك المواصفات التي اوصى بها رسول الله. جميل قوي. طب انا دلوقتي عايز ابيع مثلا القائد دوت وما لقيتهوش، هل اموت ميتة الجاهلية؟ احسنت. لازم تبحث انت عن موقع شرعي، لازم، واجب عليك، الواجب الشرعي عليك ان تبحث لمخرج. يعني مستحيل رسول الله عليه الصلاة والسلام ينطق من الهواء، مستحيل، لا ينطق عن الهواء، إن هو إلا وحي يوحى. على عموم يا أخي، هو قال، على عموم يا أخي جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، وحاول تقعد مع نفسك كده. أنا مش هعلق على فكرة لأن كلامك مش محتاج تعليق أصلا. الفيديو ده هينزل بكرة إن شاء الله، وقعد مع نفسك كده اسمعه، أو هينزل النهاردة بعد البس، وشوف الأسئلة اللي أنا سألتها لك، وشوف الإجابات اللي أنت بتجاوبها هل فعلا تنطبق على الأسئلة اللي أنا سألتها لك ولا لأ. تمام. تسأل نفسك، لأن كمان نفسك، رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينطق عن الهوى. يا سيدي أنت فهمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، فما تيجي تفسره لنا أنت على كيفك. كيف كيف يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع المن. أحسنت. قال البيع المن، يعني هو دلوقتي لما قال من مات وليس في عنقه بيع، قال لمن؟ الرسول لم ينطق عن الهوى يا أخي، خلاص لم ينطق عن الهوى خلاص. لكن أنا بقول دلوقتي من مات وليس في عنقه بيع، بيع المن؟ بارك الله بيك. اسأل نفسك أنت كمان، اقعد يا أخي، أنا بقول لك للإمام صح. اسأل اقعد بينك وبين نفسك واسأل. حاضر، حاب أسأل ما بيني وما بين نفسي. شكرا منك الرسول عليك. شكرا منك. تقول القائد تنطبق على الـ على البتاع ده، على على الإمام المهدي دلوقتي، يعني مهديكم دلوقتي، يقول لك أصل هو آل الرواة، وأصل هو استخلف السيستاني، يبقى السيستاني هو القائد، يعني السيستاني هو القائد بقى.